Hello, my dear students. In our biology session, أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في سيشن جديد من سيشنات البيولوجي. معاكم مسز فاطمة صرفي، expert biology teacher. Let's go. إحنا طبعا كنا بدأنا السيشن اللي فاتت immune system أو السيشن اللي قبليها كمان، واشتغلنا جزء كبير السيشن اللي فاتت مع أو الـ immune system في الـ human body مع مستر محمد. النهاردة إن شاء الله هنكمل، عايزين نعمل remember كده أو نعمل refresh للمعلومات اللي خدناها سريعا السيشن اللي فات. إحنا كنا بنتكلم السيشن اللي فاتت عن the structure of the immune system in man، واتفقنا او خدنا السيشن اللي فاتت ان كانت الاميون سيستم بيتكون من كذا حاجه. كانت اول حاجه فيها الليمفويد اورجانز، وبعد كده كانت في سيلز بانواعها الثلاثه اللي هم الليمفوسايتس والازيرايت بلاد سيلز والماكروفيج. بعد كده دخلنا في الاسيستنت كيميكال سبستنس، وكانت اخر حاجه هي المتبقيه لنا في الاميون سيستم اللي هي الانتي بودز. النهارده ان شاء الله هنكونتينيو الجزء ده اللي هي الانتي بودز، يبقى نشتغل مع بعض بإذن الله. نبدأ كده مع بعض نشرح يعني ايه اولا الانتيبودز. هي ايه الانتيبودز دي؟ نعرف الديفينيشن بتاعها. هي specific protein known as immunoglobulin I or IG and they are Y in shape. شكلها واضح جدا عندي ان هي specific اولا شكلها، بنقول شكلها يعني هي الشكل letter Y على شكل الحرف Y صحيح، لكن هي عبارة عن ايه؟ بيقول لي هي specific protein، يعني معنى كده ان هي بروتين محدد معمول من polypeptide change زي ما احنا هنشوفها ونعرف الاستراكشر بتاعها، بيعرف بالاسم بتاعها immunoglobulin. immunoglobulin or اختصارا ليها كلها هنعمل كده الاي جي، الحرفين بتوع اختصار كلمه او الاسم الانتيبوديز. اوكي، وشكلها زي ما هو واضح قدامنا زي ما احنا شايفين بيبقى واي شيب. طيب تعالوا نعرف السايت او البريزنس بتاعت الانتيبوديز. هي الانتيبوديز دي موجوده في جسمنا فين بالظبط؟ تعالوا نعرف من بعض ان هي present in the blood and lymph of the human and other vertebrates. يعني اولا هي موجوده في جسم الانسان فين؟ والاذر فيتبريتس كمان هي موجوده في التو فلويد اللي عنده. ايه هما السائلين الموجودين عند الانسان؟ اللي هما البلات واللمف، او احنا عندنا اكتر طبعا، وهناخد يعني جزء كده او مقدمه للموضوع ده يعني كمان شويه، بس بنتكلم ان هي موجوده في سائلين من سوائل الجسم اللي هما البلات واللمف. يبقى انتي بوديز موجوده في البلات وموجوده في اللمف، دي الموقع بتاعها. طب الاوريجين هي ازاي نشأت؟ نشأت منين؟ او بنقول ان هي produced by B plasma اللي هي B cells او plasma B cells. الفانكشن الاساسية بتاعت الانتيبوديز هو الجسم ليه بيكون او ليه في خلايا معينة زي اللي خدناهم السيشن اللي فاتت الB cells او B lymphocytes، هي ليه بتقدر او بتكون الانتيبوديز؟ ايه الاساس او ايه الهدف من كده؟ الانتيبوديز دي المفروض ان هي مع الكومبلمنتس هتعمل ادهير مع الفورين بودي، بمعنى زي ما احنا شايفين كده لو انا عندي فورين بوديز عمل انفيدنج للبودي، فالمفروض او لجسم الانسان او لجسم الفيرتبريت، فالمفروض ان بيتكون البي بلازما، بتبدا تكون اجسام مخصصه متخصصه في الانفيدنج بودي ده او في الباثوجنز اللي دخل ده. يبقى الفانكشنز بتاعها ان هي مع الكومبلمنتس زي ما هنشوف الميكانيزم بتاعها بتعمل adhering مع foreign body زي البكتيريا مثلا او الفيروس whatever هنشوف دلوقتي to offer them to the other white blood cells. يعني هي كانها بتمسك ال foreign body ده عشان تعرضه لل other white blood cells for engulfed and destroying them، علشان تقدر تتعامل معاه تدمره او تبتلعه زي ما بتعمل الماكروفيج مثلا، وده هنشوف الميكانيزم بتاعها بالظبط. اوكي، how they are forming، اتكونت ازاي او formed ازاي، حصل لها اتكونت منين؟ هل جسمي مولود او الانسان طبيعي بيبقى جواه انتيبوديز؟ لا، الانتيبوديز دي زي ما احنا قايلين هي بتتكون مخصوص بيتكونها البي بلازما. طب كونتها ازاي وكونتها ليه؟ تعالوا نمشي مع بعض ستيب ستيب كده. اول حاجه بيقول لي اون ذا سيرفيس اوف ذا فورين بودي، مهم جدا اعرف هي عشان بتتكون هي كانها حاجه مخصوص بتتفصل لشيء معين. ايه هو الشيء المعين اللي هي بتتفصل له مخصوص ده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. هي بتتفصل على قد او على مقاس بالظبط وشكل الاجسام بتبقى موجوده على الاوتر سيرفيس بتاع اي فورين بودي.
اي فورين بودي بيعمل انفيدنج للجسم الهيومن، فبيبقى داخل عليه بودي معين او ستراكشر معين بيبقى كولد انتيجين. الانتيجين ده تعالوا نشبهه مع بعض كده ان هو سمثينج لايك الاي دي، كان الاي دي بتاع الكائن ده، يعني كل كائن داخل معاه الاي دي بتاعه، فالاي دي ده المفروض ان هو داخل موجود على الاوتر سيرفيس بتاعه. طيب الاي دي ده ليه ستراكشر وليه شيب معين، فاحنا بتفصل له بي سيلز انتي بوديز تبقى مضاده للانتيجين ده على قد شكله بالظبط والحجم بتاعه، يبقى هي بتمسك في الانتيجين ده بالظبط عشان تقدر تمسك الفورين بودي. هي هتمسك الفورين بودي ازاي او تعمل له ديستروينج ازاي؟ فهي الاول لازم تمسكه، عشان تمسكه يبقى لازم تمسكه من حاجه. تمسكه منين؟ من الاي دي بتاعته. ايه هي الاي دي بتاعته؟ اللي هي الانتيجين موجوده فين؟ على الاوتر سيرفيس بتاعه زي ما هو واضح قدامنا كده. يبقى الانتيجين دي بتبقى عباره عن ايه؟ on the surface of اي foreign body زي البكتيريا بتعمل invade للبادي تيشيو، هيكون عندنا compounds called antigens. طيب ايه اللي بيحصل في الاول؟ بيقول لي ان البي lymphocytes اللي احنا اتكلمنا عنها السيشن فات recognize these foreign bodies، بتتعرف الاول على البادي دي and particles اي body او اي particles بيدخل الجسم من خلال البندنج بتاع البندنج مع الريسبتورز بتاعها، يعني through the bending of the receptors، يعني هي بتمسك في البادي ده من خلال الريسبتورز اللي عندها. يعني اقدر الخص من هنا ان السيلز بتاعتي بيكون عندها ريسبتورز، عندها مستقبلات بتستقبل بيها او تقدر تتعرف بيها على اي اجسام غريبه، زي ما بتتعرف بيها على اي اورجانز بيكون تبع الجسم بتاعنا او اي خليه. خلاص يبقى هي عندها ريسبتورز، دي اجسامنا احنا او بيس او بي لينفوسايتس، عليها زي ما عليها ريسبتورز بتتعرف بيه من خلاله على اي فورين بودي. الفورين بودي هو كمان عنده حاجه الاي دي بتاعه اللي نقدر نعرفه احنا معلوماته من خلالها، الاي دي بتاعته دي بنسميها الانتيجين. الانتيجنز بقى ده يبقى بيتعرف مع البي لينفوسايتس، بتتعرف على الانتي بودي او بتتعرف سوري على الفورين بودي من خلال الانتيجين بتاعه. ازاي؟ هي هتقراه ازاي؟ بالجهاز اللي عندها، المستقبل اللي عندها اللي هو الريسبتور that are present on the surface of P lymphocytes. يبقى ال P lymphocytes على السطح بتاعها بيكون موجود عندي الريسبتورز اللي بتقدر تستقبل بيه او تقرا بيه ال ID بتاع ال foreign body اللي هو بيكون ال antigens. يبقى اتفقنا على كده that are found on the surface of microbes. ال P lymphocytes بعد كده تعمل ايه؟ بتعمل ان تشينج لل تو سبيشالايزد بي لينفوسايتس، يعني اول ما تتعرف على جسم غريب من خلال الريسبتورز بتاعها تستقبله بالريسبتورز وتتعرف عليه تبدا تتخصص فيه مخصوص، فمن هنا بقى بتغير نفسها من بي لينفوسايت كانت عاديه او ما كانت جنرال لحاجه بنسميها بلازما، كانها عملت سبيشالايزد متخصصه في هذا الميكروبس بالذات. يبقى السيلز دي او بي لينفوسايتس دي اللي قابلت البادي ده او الفورين بادي ده او الباثوجنز ده وتعرفت عليه من خلال الريسبتورز بتاعها عن طريق الاي دي بتاعه اللي هو الانتيجنز، هي قريته خلاص فبقت متخصصه فيه، ومن هنا طالما هي تخصصت يبقى انا بطلق عليها اسم تاني بقى اسمها بلازما تي سيلز، هي كده خلاص بقت متخصصه من جنرالي لسه ذات بروديوس الانتي بودي. البلازما تي سيلز دي هي بقت متخصصه في هذا الميكروب او هذا الباثوجين، يبقى هي تقدر تنتج له انتي بوديز على قده بالظبط على قد الانتيجنز ده، يبقى produce the antibodies which circulate in the bloodstream and lymph against the specific type of antigen. يبقى بتنتج الانتيبوديز دي الاجسام المضاده دي علشان تمشي بشكل او تتوزع وتبقى ماشيه في السيركيليشن سواء كانت البلاد ستريم او في اللمف، وتبقى دي الانتيبوديز دي كانها انتجت مثلا اجسام مضاده مخصوص لهذا الميكروبس ده وكان انتجت لها عساكر مثلا. احنا طبعا هنشبه الجسم بتاعنا ان لازم يكون ان هو عامل زي البلد او المدينه الكبيره، البلد الكبير لازم يكون لها ارمي قوي، لازم يكون ليها عندها جيش قوي، فالجيش بتاعها هو اللي بيدافع عنها. فاحنا هنشوف الاورجانز المتخصصه في الدفاع وازاي بتدافع وازاي بتقسم نفسها في الدفاع عن الجسم ده against اي foreign body.
طيب ناخد تعريف بسيط او ناخد عن ليه الانتيجنز كده ايه هو. هنقول ان الانتيجن زي ما احنا شايفين هو عباره عن it's any foreign substance خلاص such as the molecules that are present on the surface of the foreign bodies. هي اي اجسام غريبه بتبقى موجوده على الفورين بودي على الجسم الغريب المضاد اللي هو هيبقى اللي داخل يهاجم او يعمل invading للبادي such as the bacteria or virus as well as the substances produced by these microbes inside the body. يعني سواء كان بكتيريا او فيروس او اي حاجة او اي جسم هيقدر يعمل انفيد بيكون موجود الاي دي بتاعه بيهاجم بيه وهو داخل يهاجم جسم لازم يكون ماشي بالاي دي بتاعه. فالاي دي بتاعته دي هي اللي بنقول او بنسميها الانتيجين. طيب مش بس موجودة كده، بيقول لي كمان التوكسينز كمان الموجودة فيه اللي ممكن تبقى موجودة في الجسم برضو بتبقى نفس الشكل. يبقى such as toxin. Antigens stimulate the lymphocytes. وجود الانتيجنز دي بتاعة الفورين بودي، يعني انا ازاي اعرف ان في جسم غريب دخل جسمي، او جسمي ازاي يتعرف ان في غريب دخل او بدأ يعمل invading لي من خلال الانتيجنز بتاعته. يبقى الانتيجن دي وجودها بيعمل stimulate للينفوسايتس to perform a series of defense activities علشان تبدأ تعمل stimulation وتحقق او تبدأ تعمل activity لسلسلة من النشاطات اللي هي تقدر تعمل بيها دفاع عن الجسم، وده اللي احنا بنسميه immune response. immune response او الاستجابة المناعية اللي هي استجابة الجسم ضد أي جسم غريب، جسم الإنسان أو جسم الكائن بيستجيب against ضد أي جسم غريب بيعمل invading أو بيقدر يدخل، زي بالظبط أي بلد بتهاجم directly طبعا اي عدو ليها بيدخل يقدر يعمل لها يعمل انفيدنج ليها، فهي بتهاجمه على طول علشان تدافع بيها عن نفسها. نفس الحكايه الجسم بتاعنا زي بلدنا، هو كمان ليه جيش قوي بيقدر يدافع بيه ربنا خلقه عشان يدافع بيه عن نفسه. اوكي يبقى in order to fight the microbes and destroy it. هو بيعمل كده ليه؟ علشان يهاجم الميكروبس ده، وبس مش بس ان هو يحاربه لا ويدمره تماما عشان يحافظ على الجسم السمين. اوكي طيب تعالوا نعرف الانتي بوديز بقى الجسم بينتجها او البي لينفوسايتس اللي تحولت لسبيشاليزد سيل اللي هي بنسميها البلازما بي سيلز. دي لما بتنتج انتي بوديز هل هي بتنتج نوع واحد من الانتي بوديز؟ الحقيقه لا، هي بتنتج انواع كتيره. احنا لو اتكلمنا على التايبس اوف انتي بوديز فانا عندي انواع كتيره جدا منها. احنا هنختصر او منهجنا بيتكلم عن جزء بسيط منه هنعرفه. There are five types. ايه هم الكاتيجوري ده اللي هو المين تايبس، لكن كل تحت كل واحده في دول عندنا انواع كتير قوي مش مطلوب مني اعرفها انا، بس بالعلم ان انت تعرف هل انا مختصر الانتي بوديز دول الخمسه اللي احنا بناخدهم اللي هم الاي جي ام والاي جي اي اي جي جي اي جي اي اي جي دي الاختصار طبعا كلمه ماجد اللي كلنا عارفينها، فهل هم الفايف انتي بوديز دول الخمس انواع دول بس متخصصين في كل الامراض او كل الفورين بوديز اللي ممكن تدخل جسمي؟ اكيد لا طبعا، اكيد في هي بتهاجم ومتخصصه في امراض كتيره جدا وميكروبس كتيره او اي فورين بوديز كتيره جدا. طب هم خمسه وانا ممكن يهاجمني حاجات اكتر من كده بكتير. بالظبط دول الخمسه المين، دول اساسي، ده الكاتيجوري الاساسي، لكن انا تحت كل واحد فيهم في تفرعات ليه كتيره قوي بيعمل الكلاسيفيكيشن مش عندنا بس عشان تبقى فاهم ان هو لا هو ليه اعداد طبعا او في ليه اعداد تحت كل واحد من دول اعداد متخصصه كل واحد فيهم متخصص في حاجه. المفروض ان كل واحد فيهم مختلف وليه طريقه مختلفه بان هو بيشتغل بيها علشان يشوفه هيتعامل ازاي مع الانتيجين. يبقى الانتي بوديز ده المفروض ان هو اتفصل مخصوص اتفصلته البي بلازما على قد انتيجين بتاع مايكروبس محدد دخل الجسم. يعني الانتي بودي اللي بيكون اجينست الحصبه مثلا مرض الحصبه فهو والميكروب اللي بيعمل بيندي يبقى هي مش هتعمل حاجه في مثلا الميكروبز اللي داخل وشايل مرض اللي بيسبب مرض الجدري، يبقى ده ليه انتي بودي مختلف عن ده تماما علشان البي لينفوسايتس او البي بلازما هتعمل على قد الانتيجين بتاع كل واحد فيه. طيب تعالوا ندخل مع بعض كده في الاستراكشر بتاع الانتي بودي.
ايه الاستراكشر؟ نشوف بقى بيكون من ايه الاستراكشر. احنا قلنا في الاول واحنا بنعرف الديفينيشنز ان هو واخد شكل الواي او هو يشبه شويه الواي شيب. طيب الانتي بودي ده بقى لو انا جينا ندخل في التفاصيل بتاعته عشان نعرف الاستراكشر بتاعه هلاقيه ان هو بيتكون من حاجتين مهمين. اي انتي بودي كونسيست اوف تو بيرز اوف بوليبيبتايد بوليبيبتيدز دي ده معناها ان هي سلاسل متعدده. السلاسل دي اللي بيكون من اللي هي بتتكون من الامينو اسيدز، علشان احنا قلنا بالاول ان هو جسم بيكون من البروتين، يبقى البروتين يعني بيكون امينو اسيدز وعامله بوليبيبتيد تشينز فعامله سلاسل من البوليبيبتيدز، فدي بتتجمع مع بعض عشان تديني الجسم البروتيني ده اللي هو شكل الانتي بودي ده. يبقى هو بيكون من عندي ايه؟ بيكون بيقول لي من two pairs of polypeptide chains. عندي two pairs، عندي زوجين من البوليبيبتايد chains زي ما انتم شايفينهم كده قدامنا. يعني احنا لاحظنا دلوقتي مع بعض هيبقى عندنا هنا دي سلسلة ودي كمان سلسلة تانية، ممكن تكون فيهم سلسلة أطول من التانية، ودول اللي احنا بنسميها two long chains that are called heavy chains. احنا بنسمي دي السلسلة من أو polypeptide chain طويلة، ودي كمان long polypeptide، يبقى عندي اتنين من البوليبيبتايد chains اللي هم طول، ودول بنسميهم ايه long؟ دول بنسميهم heavy chain. يبقى الطول دول heavy chain. طب في اتنين سلاسل تانية بس قصيرين شوية، دول بنسميهم الشورت تشين، دول بنسميهم ايه بقى؟ بنسميهم لايت تشين. يبقى التشين دي والتشين دي دول بنسميهم لايت تشين لانهم اقصر او اصغر في الحجم من اللونج تشين او الهيفي تشين. طب انا كده بقى عندي اتنين لونج او اتنين هيفي واتنين لايت اللي هما اتنين شورت، يعني انا كده عندي اتنين واتنين، بقى عندي اربعه تشينز. دول جويند توجذر، لازم يكونوا ممسوكين مع بعض. هما ممسوكين مع بعض ازاي؟ او الميكانيزم الطريقه اللي هما ماسكين بيها مع بعض، هما سلاسل لازم تمسك ببعض. ماسكه اكيد او عامله البايندنج ده عاملاه من خلال بوندز. او دي ايه بقى؟ هان هلاقي زي ما احنا شايفين كده ان هما بيداي سلفايد بوند. عندي هنا ما بين الهيفي تشين واللايت تشين عندي هنا في بوند، دي النوع البوند دي داي سلفايد، وهنا كمان ما بين الهيفي تشين دي واللايت تشين برضو بوند اللي هي من نوع داي سلفايد، وفي اتنين ماسكين الجزء ده اللي احنا بيطلق عليه لو بصينا هنلاقي بيطلق عليه الهنج ريجون اللي هي المنطقه دي اللي هنج ريجون. عندي هنا برضو في اتنين disulfide bonds. يبقى معنى كده ان انا عندي هنا bond، هنا disulfide وهنا disulfide وهنا اتنين disulfide bonds. يبقى كده عندي الكام bonds هنا ماسكين دول؟ هنا واحد وهنا اتنين وهنا اتنين، يبقى عندي اربعة. اتفقنا؟ طيب البوليبيبتايد chains consist of two parts. تعالوا بقى نمسك السلسلة نفسها اللي هي كل البوليبيبتايد فيهم بتتكون من ايه. لو لاحظنا هنا ان في الوان مختلفه عندي، انا عندي جزء بلون وجزء بلون في نفس التشين. ليه؟ لان لاحظها ده، لو لاحظنا الجزء ده بيقول لي الجزء الاولاني each any peptides او اي انتي بوديز فيهم عندها two identical antigen binding sites. تعالوا كده نتكلم او نشوفها في كذا صوره قبل كده. انا عندي هنا شايفين الشكل ده من هنا، الجزء اللي هو ظاهر من الانتي بوديز هنا وهنا، الجزء ده زي ما هو واضح نكبر الصوره عشان نشرح عليها كويس. الجزء ده جزء variable. بمعنى ايه variable؟ هو جزء متغير، هو ده الجزء اللي بيتغير according لتغيير الانتيجين بتاعت كل مايكروبس. كل مايكروبس بيبقى له انتيجين محدد، يبقى لازم الانتي بودي دي الجزء ده منها اللي هو الفاريبل ريجون ده يتغير على شكل بالظبط الانتيجين، يتفصل على شكلها بالظبط ومقاسها بالظبط. يعني لو انا عندي الانتيجين بالشكل ده يبقى هي عايزه انتي بودي بالحجم وبالمساحه دي بالظبط، يبقى بيتفصل على ده. يبقى الجزء ده مش ثابت في كل الانتي بوديز، ده بيتغير من كل انتي بودي للتاني اكوردنج للانتيجين اللي هي هتمسك فيه، بتاع الفورين بودي اللي هي المفروض هتعمل له هجوم او المفروض ان هي تعمل له فايتنج مثلا او ان هي تحاربه.
او تعملوا destroying. يبقى عندي جزء ده، الجزء الامامي اللي فوق ده، ده variable regions، ده متغير من كل antibody للتاني، لكن عندي جزء ثابت موجود في كل انواع الانتيبادي، وده constant region، ده جزء ثابت خلاص ما بيتغيرش من كل foreign body للتاني. انا بقيت اللايت تشين والهيفي تشين دول ثابتين وخلاص ما فيهمش مشكله، والدايسلفايد بونز دول ثابته ما فيهاش اي تغير. لو شفنا الجزء المتغير بعيد عن الاجزاء الثابته، بعيد عن البونز اللي ماسكاهم، بعيد عن الحاجات، ده موجود فوق علشان ده بيبقى سهل تغييره، لكن ما بعده الجزء الاجزاء اللي بعده دي جزء كونستنت خلاص. عشان كده هنا ده مهم جدا ان اخد بالي من الرسومات واعرف طبعا الليبل بتاع كل رسمه، ده الفاريبل ريجنز بتاع الانتيبادي، ده الجزء اللي بيتغير اكوردنج للانتيجين، وده كونستنت ريجن، ده جزء اللي ما تحته ده كله ده جزء ثابت ما بيتغيرش من اي من antibody للتاني، ده خلاص بقى ثابت فيه. يبقى كل antibody عنده two identical antigen binding site، المفروض ان انا هيكون عند كل antibody الاثنين antigen binding site دول اللي هم site variable ده بنسميه antigen. لو شفنا في مقدمة بتاعته من فوق عندي antigen binding site، and antigen binding site يعني المكان اللي هو بيمسك فيه مع الانتيجين، مع الانتيجين بتاع الفورين بودي. يبقى معنى كده ان هيتفصل على قد الانتيجين بتاعه، يبقى ده اسمه binding site بتاعه، ده مكان الالتصاق او الماس كمان. الشيب اوف ذيس سايتس از ديفرنت فروم ان انتيبادي تو انذر، المفروض ان هي تختلف الشكل بتاعها زي ما اتفقنا من انتيبادي للتاني، due to the difference in the conformation of amino acids. طبعا هي بتتغير الشيء ازاي؟ انا بتغير وهي بتكون الانتيبادي اللي احنا اتفقنا ان هو عباره عن بروتين، فهي عباره عن سلاسل بروتينيه، بيغيرها على حسب الاختلاف في الامينو اسيدز او الاوردرز بتاعتها او التشكيل بتاعه، التايب او السيكونس او العدد بتاعه كمان الاوردرز او السبيشال شيبس. يبقى التغيير ده هيديني شكل مختلف that forms the peptide chain in this structural part and determines the specificity of each antibodies for one type of antigen. وده بيحدد التخصص بتاع كل antibody للانتيجين محدد اللي هو بيبقى الاي دي زي ما اتفقنا بتاع الفورين بودي اللي داخل الجسم ده. اوكي، these sites المفروض ان هي بتعمل help in occurrence of specific binding between the antigen and its specific antibodies. يعني site دي هي الحاجة المتخصصة انها تخلي الانتيبادي مخصص او محدد بيمسك في antigen محدد، يعني الانتيبادي اللي هو مثلا against مرض القذفة، فهو المفروض بيمسك في الانتيجين الموجود على الميكروبس ده، يعني لو قابل اي ميكروبس كارينج بالاي دي حتى بتاعته اللي هي الانتيجين بتاعه بتاع مرض تاني هو مش متخصص فيه، هو ما يعرفش يمسك فيه، لان البايندنج سايت بتاعه شكلها مختلف، فمش هتعرف تمسك ابدا الانتيجين ده، يبقى مش تبعها، علشان كده يبقى هو متخصص زي ما اتفقنا في انتيجين محدد، وده specific antibodies in a way that resembles، عامل حاجه كده تشبه اللوك والكي، يعني يشبه عارفين ان مش اي مفتاح اقدر افتح بيه لوك محدد او افتح بيه قفل محدد، كل قفل ليه المفتاح بتاعه، لان هو معمول الشيب بتاعه بالظبط على الشكل بتاع او الجزء اللي هو محفور جوه القفل من جوه لو لاحظنا، يبقى مش اي ما اقدرش ادخل فيه اي مفتاح وافتحه، لا ده هو الكل لوك هيكون ليه الكي بتاعه، due to the matching between the variable regions of antibodies with the antigens as mirror image، حاجه كده عامله زي الماتشنج ده، عامل زي الصوره والمرايه بتاعتها. And this is binding forms an antigens-antibody complex. ده لما بيمسك في بعضه، يعني الانتيجين بيمسك في الانتيبادي، بسميها antigen-antibody complex، كونوا complex مع بعضهم، وده اللي بيطلق عليه الانتيجين-antibody. في الآخر خالص هنبص على الانتيبادي، هنا بيقول لي عندنا constant region، الجزء اللي هو الثابت اتفقنا ده، وده بنديله حرف C. It has a constant shape. هو دايما ثابت. اللي في أي structure in all types of antibodies هو خلاص ما بيغيرش. طيب نكمل مع بعض أعزائي الطلبة، ندخل في الجزء اللي بعده اللي هو بيقول لي الميكانيزم اوف انتيبوديز. الميكانيزم بتاع الانتيبوديز دي بتشتغل ازاي؟
ايه الطرق اللي هي تقدر. هي الحقيقه ما بتشتغلش بطريقه واحده، لان هم احنا قلنا ان هم انواع، يبقى كل نوع فيهم اكيد ليه وسيله او ليها سلاح بتهاجم بيه، او ليها طريقه بتهاجم بيها مختلفه عن التاني. ما هو لو كانوا كلهم بيعملوا نفس الطريقه ما كانوش هيبقوا انواع، خلاص هو نوع واحد بشكل واحد. كل واحد فيهم من الانواع دي علشان هو شكل محدد، ليه شكل محدد، ليه ميكانيزم محدد بيشتغل بيه مع الفورين بودز اللي هو تغير. يبقى الموست اوف انتي بودز هاف تو انتيجينز بيندنج سايت. لازم اعرف ان معظم الانتي بودز هيكون عندها اتنين من الانتيجينز بيندنج سايت، تمام؟ يبقى عندي اتنين من البندنج سايتس دول، الانتيجين دول عندهم اتنين بندنج سايتس في معظم الانتي بوديز، لكن الوايل انتيجينز هاف ماني بندنج سايت which makes the confirmative certain bending or binding between الانتيبوديز and الانتيجين اللي هي هتمسك فيه. يعني الانتي بودي دي عندها تو antigens binding site معظمهم، لان احنا فيه لو شفنا في الشكل بتاعنا اللي فوق كده هنلاقي ان انا في شيب او في antibodies فيهم نوع بتاعه عنده اكتر من اتنين binding site. يبقى مش كلهم، انا بقول معظمهم، ان هم معظم بيكون عنده اتنين binding site بس. الانتيجينز هاف ماني بايندينج سايتس، خلاص، لكن الانتيجين بقى نفسه بيكون عنده بايندينج سايت كتير. لو لاحظنا، لو تفتكروا واحنا بنتفرج في الفيديو هنا، ان انا لما لاحظت الجسم اللي دخل غريب عندنا، لو لاحظته ان هو عليه انتيجينز كتيره، يعني ايه؟ بمعنى ان انا ما عنديش لو لاحظنا كده ان كفورين بودي ما عنديش اي دي واحده، لا الحقيقه ان انا عندي اي ديات كتيره. لو لاحظنا شايفين ان هي عندها بايندينج سايت، عندها انتيجينز كتيره قوي. ده ليه؟ وليه هي الانتي بوديز عندها اتنين بايندنج سايتس لكن الانتيجينز عندها كتير؟ لو لاحظنا انها عندها انتيجينز، الجسم ده، الجسم الغريب الفورين بودي ده عنده انتيجينز كتير قوي على السيرفيس بتاعته. الانتيجينز الكتيره دي علشان اضمن في اي حركه هي بتعملها او اي اتجاه بتعمل او في وجودها في اي مكان، ان الانتي بوديز لازم تمسك فيها من اي مكان وهي بتتحرك، من اي حته هتقدر تمسكها. تمسكها من فين؟ تمسكها من خلال الانتيجين بتاعها. طب هتمسكها ازاي لو كان عندها انتيجين واحد بس مثلا، واتحركت في ودتها ومديها الجزء، او كانت في مقابل الانتي بودي ده الجزء اللي ما فيهوش الانتيجين، كان هيبقى فيها صعوبه. لكن لما يكون عندها اكتر من انتيجين تقدر تتمسك منه، يبقى بقت سهله ان هي لازم يحصل اللي هو البايندنج بتوين الانتيجين والانتي بوديز دي. يبقى الانتي بودي عندها اتنين انتيجين binding site، لكن الانتيجين نفسها عندها او الميكروبس نفسه على السطح بتاعه هنلاقي many binding sites في الانتيجينز، اوكي؟ which make ده بيخلي في confirmative certain، بيبقى certain ده هيحصل اكيد او sure هيحصل binding between الانتيبوديز والانتيجين ده. طيب نكمل، بيقول لي الانتي بودي ستوب ذا اكشن اوف انتيجين باي يوزنج وان اوف ذا فولوينج ميكانيزم. تعالوا كده نشوف اي انتي بودي علشان يعمل ستوبنج للاكشن بتاع الانتيجينز ده او الميكروبس اللي داخل بالانتيجين بتاعه، فهو لازم يستخدم واحده من الميكانيزم اللي هم الاساسيين اللي هنتعرف عليهم. تعالوا نعرف ايه هم الميكانيزم دول. يا اما هيعمل حاجه من الخمسه، احنا بنقول بيعمل واحده، يعني كل انتي بودي بيبقى متخصص بطريقه معينه في حاجه فيهم، يعني مش كلهم بيعملوا كل الطرق اكيد. طيب في انتي بوديز مثلا هتعمل عمليه نيوتراليزيشن، يبقى دي هنشوف يعني ايه نيوتراليزيشن دي دلوقتي. وفي عندي طريقه ثانيه agglutinations، دلوقتي هيحصل agglutinations او clumping وده هنعرفها برضه، او يحصل لها precipitation lysis antitoxins. يبقى دول الميكانيزمز بتاعت الانتيبادي، تاني neutralization agglutination precipitation lysis antitoxins، دول الخمس طرق اللي تستخدمها الانتيبادز بشكل عام علشان تقدر تهاجم او تمسك في الانتي او تعمل هجوم او تعمل defense against الميكروبس اللي داخل او الفورين بودي اللي داخل. طب نشوف كل طريقه فيهم بتشتغل ازاي. وزي ما قلنا ان مش كل الانتي بوديز هتعمل كل الطرق، لا، كل انتي بودي ليها بتستخدم طريقه محدده اكوردنج للانتيجين ده او الميكروبس اللي دخل ازاي. يعني في ميكروبس ايه ينفع تعمل معاهم بالطريقه بتاعت النيوتراليزيشن، ما ينفعش تعمل معاهم مثلا باللايزس، يبقى كل واحد على حسب النوع بتاعه.
طيب نشتغل مع بعض او نشوف مع بعض كده عمليه النيوتراليزيشن دي بتحصل ازاي. بيقول لي most important functions of antibodies، دي من اكتر الوظائف اللي بتعملها الانتي بودي. طبعا ان هي in resisting the viruses and neutralizing this virus and stopping their activities. يعني هي طريقه كده ان انا العدو بتاعي قوي، الجسم اللي داخل يهاجم الجسم عندي زي الفيروس، واحنا كلنا عارفين ان الفيروس اقوى من كتير من البكتيريا او الميكروبس التانية. طيب الفيروس انا ممكن العدو القوي ده اهاجمه ازاي؟ في طريقة ان انا اتليست لو انا حتى مش او بيبقى صعب عليا او قوي عليا، فانا بعمل له عملية اللي هو محايد، ان انا هوقفه هلجمه مش هخليه يعمل الاكتيفيتي بتاعته. يعني زي ما يكون كده القوات مسكت او عساكر او ضباط مسكوا حرامي، هم مش بيقتلوه لكن هم مجرد ان هم مسكوه يبقى هم كده وقفوه عن الاكتيفيتي اللي هو كان هيعملها، يبقى هو مش هيعمل الاكتيفيتيز دي. يبقى ازاي طيب بتعمل الطريقه دي؟ هو ازاي قدروا يحكموه او قدروا يوقفوه؟ binding the antibodies to the outer coat of the virus. يعني معنى كده ان انا الانتي بودي هتيجي تمسك في الاوتر كوت بتاع الفيروس اللي عندي، زي الصوره دي كده لو حبينا نكبرها نشوف ده عندي ده مثلا الفيروس، وهتيجي الانتي بوديز عشان تعمل بايندنج في الاوتر كود بتاعه. This binding will prevent the virus from adhering to the membrane of the host cells and spreading or passing it to inside them. هو الفيروس المفروض بيهاجم جسمي ازاي؟ الفيروس بيدخل الجسم بتاعنا عن طريق ان هو بيعمل ادهيرنج. بعد ما يدخل الجسم المفروض بيهاجم ازاي؟ بيدخل يبدا يدور على خليه. الفيروس بشكل عام عشان نبقى فاهمينه السنه الثالثه، ان انا الفيروس مش بيهاجم في البادي، مش بيهاجم في البلود، مش بيهاجم في البلود، هو بيدخل لازم يدخل لان هو مش كائن حي كامل، احنا بنسميه سيمي، يعني حاجه هو بيأكت از ليفنج اورجانيزم لازم وقت ما يدخل السل، ولازم يدخل السل، هو ما يقدرش يعمل اكتيفيتي بتاعته غير هو سل، وسل محدده ودي بنسميها الهوست سل او الخليه العائل بتاعته، فلازم يوصل للخليه دي. أو مجرد وصوله للخلية يبقى هو خلاص بسرعة هيقدر يدخلها ويبدأ يهاجمها ويعمل الاكتيفيتيز بتاعته كلها، وبيبقى قوي بقى وقت ما دخل الخلية وقدر يهاجمها. لكن طول ما هو بره الخلية هو حاجة أو ستراكشر كده ضعيف، وما بيعملش أي اكتيفيتيز بتاعت كائن حي خالص، هو لا بيعمل فيدنج ولا بيعمل بريثنج ولا بيعمل حاجة من دي خالص، ولا بيتنفس ولا بياكل ولا بيتغذى ولا بيعمل حاجة، وما يقدرش يعمل أي حاجة خالص الا اذا دخل الهوست سيل بتاعته. ووانس ان هو دخل بسرعه بيعمل عمليه اللي هو الديفايدنج، ان هو بسرعه ينقسم انقسامات متتاليه ويعمل بدل الفيروس الواحد يعمل 100 فيروس مثلا في خلال نص ساعه. وده ان شاء الله هنشوفه قدام في الشابتر الجاي او اليونت كمان الجاي. طيب يبقى هو محتاج، هو ضعيف طول ما هو بره السيل. طب ايه بقى الفكره في ان انا كانتي بودي اعملها؟ ان انا امسكه قبل ما يدخل السيل. كالانتي بودي اسهل حاجه بالنسبه لها ان هي تمسك بسرعه الانتيجين قبل ما سوري الفيروس قبل ما يدخل السيل. يبقى قبل ما يدخل السيل يبقى هو سهل لان هو ما زال ضعيف، هو ما بيعملش اي اكتيفيتي، فبسرعه امسكه عشان ما يدخلش السيل. لكن وانس ان دخل السيل انا كانتي بودي حجمي كبير، ما اقدرش ابدا ادخل جوه السيل. يبقى زي ما احنا شايفين الشكل عندنا هنا دي الفيروس، فيروس وهي بره السيل، هنا كده الانتي بودي زي ما احنا شايفينها عملت بايندنج معاها او دخلت جوه، يبقى او مسكت فيها خلاص. يبقى الفكره عندنا ان هو بسرعه قبل ما يدخل او يعمل انفيدنج للسيلز او الهوست سيل، يبقى هنعمل له preventing، يمنعه بسرعة. طيب preventing النيوكليك أسيد بتاعت بتاعته أو genetic material بتاعت الفيروس دي from coming out from the infected. يعني هي طريقتين، يا إما حاجة من اتنين اقدر اتعامل بيهم معاه، يا اما انا لو ما قدرتش معاه وهو جري بسرعه او ما لحقتوش او حصل بطريقه ما وما لحقتش امسكه قبل ما يدخل السل، فبعد ما يدخل السل وبدا عمل انقسامات كتيره يبقى بيعمل ايه بقى؟ إيه او الشكل ده بيعمل بريفنتنج او ان الفيروس ده يعمل كومينج اوت فروم ذا انفكتد سيلز، يعني ما يخرجش من الانفكتد سيلز ده، يعمل ريبليكيتنج انسايد ذا هوت سيلز
by keeping their code interact or بيعمل له seal. This is occurred when the virus succeed in the ان هو يعمل printing لي penetrating لي ال host cell membrane. يبقى لو هو قدر يدخل ال host cell, قدر يدخل السيل خلاص, يبقى انا على الاقل همسك الكود بتاعه من الخارج, بحيث ان لما امسك الكود بتاعه من الخارج بالشكل ده ما يقدرش, هو المفروض ان هو بعمل ما بعد ما يعمل انقسام ينفجر ويخرج كل السيلز اللي خرجت منه. طب انا اعمل ايه؟ يمسك الكود بتاعت الفيروس, وبالتالي لما يمسك الكود بتاعت الفيروس انتراكت تبقى ماسكه بعضها, يبقى مش هسمح بخروج الفيروسات اللي هي حصلت او انقسمت من جوه, يبقى مش هيقدر ينتشر من الانفكتد سيل او الخلايا اللي اصيبت للاسف بفيروس واحد ان هي تصيب كل انواع الخلايا المجاوره ليها السيل, يبقى هو منعها بالشكل ده. يبقى طريقتين, يا اما امسكه في الاول قبل ما يدخل السيل الهوست سيل وده كده منعته ان هو يدخل جواه, او لو قدر يدخل ان هو يعمل انفيتنج للسيل يبقى يمسك في في الكود بتاع او الميمبرين بتاع الفيروس ممبر, بحيث ان هو ما يخرجش ان اللي هم الفيروسز اللي هو عملهم او انتجهم من عمليه الديفيجن بتاعته, علشان ما يعملوش انفيد للهيلثي سيلز المجاوره. خلاص كفايه بقى عندي انفكتد سيل واحده, دي ممكن نشوف الطريقه وانا محجم جواها في الاخر الجسم بطريقه ما هيتخلص منها, لكن اهم حاجه ان انا ما يحصلش سبريدنج للفيروسز اللي اتكونت جواه. دي الطريقه زي ما احنا بنقول اللي هي اول طريق, طيب اللي هي النيوتراليزيشن. شو بقى الطريقه الثانيه اللي هي اجلوتينيشنز؟ الاجلوتينيشن دي هنشوفها, بيقول لي ان هو بعض الانتي بوديز زي الاي جي ام, ودي كانت من اهمهم. الاي جي ام ده بيكون عنده اكتر من بيكون have many antigens binding sites. فاكرين الشكل اللي احنا شفناه ان هي كانت عندها اكتر من antigens binding site, ففي الحالة دي لما يكون عنده اكتر من antigens binding sites هو يقدر يمسك كذا حرامي زي ما بنقول كده مثلا في خطوة واحدة. يبقى هو هيعمل ايه؟ have many antigen binding sites which enable each antibodies to bind with more than one microbes or antigens at the same time leading to clumping. هيأدي ده لإيه؟ لclumping of microbes on the same antibodies. يعني أنا هيكون عندي antibodies كتيرة أو antibody واحد يقدر يمسك أقصد في antigens كتير بتاعت كذا microbes. يبقى أنا كده مسكت في كذا خلية من الميكروبس من الantigens بتاعتها بantibody واحد بس, لأن هو عنده أكتر من binding site فيقدر يعملها كده. طب هو عمل كده ليه؟ هو خلاها weaker وتبقى كده سهلة إن هي يحصل لها engulfed بالفاجوسيتوزيس. سو إيه هيحصل لها؟ agglutinations, يعني كلها تراكمت مع بعضيها. بيعتبر ده بيعتبر from the best ways of antibodies mechanism, ده من احسن الميكانيزمات اللي بيستخدمها الانتيبوديز عشان يتخلص من الانتيجنز. طيب عندي الطريقه الثالثه اللي بنتكلم فيها اللي هي البرسبتيشن. البرسبتيشن دي ده بيبقى عاده بيستخدم او بيستخدمها الانتيبوديز امتى؟ لما بيكون هو often happened in the soluble antigens. يعني انا في بعض الانتيجنز اللي بتبقى موجوده على الفورين بودي بتبقى soluble. معنى ايه soluble؟ هي وانس ان هي دخلت الانتيجين على سطحها وبعدين الانتيجين بدا هيحصل له ديسولف في الفلويد بتاعت الجسم, فانا خلاص ما بقاش في حاجه اقدر امسكه منها كانتي بادز وما فيش وسيله يقدر يتعرف بيها عليه. طب يتعرف ازاي عليه طالما هو بقى حصل له ديسولف للانتيجنز بتاعته, ودي بتبقى صعبه جدا. فالسوليبل انتيجنز دي بتتعامل معاها انتي بادي متخصصه في ان هي بتهاجم الفورين بوديز اللي ده الانتيجين بتاعها. ازاي؟ انها بتعمل البايندنج بتوين الانتي بوديز والانتيجينز, ده بيؤدي ان هي يحصل لها ايه بقى؟ formation of insoluble complex in the form of precipitation of the antigens and antibodies. يعني هي هتمسك فيه وبعد كده هتكون بسرعه
هتكون ان سوليبل كومبلكس. يعني بقى احنا اتفقنا ان الانتيجين مع الانتي بودي بيكون حاجه بنسميها كومبلكس، فالكومبلكس ده بقى ان سوليبل ما يقدرش يدوب، وبالتالي طالما ما قدرش يدوب هو موجود، هو لو كان داب يبقى انا مش هعرف اقدر امسكه من حاجه، وبالتالي الفورين بودي ده يقدر يتحرك في الجسم بسهوله، لكن وطبعا يعمل انفيدنج ليه ويعمل يسبب الديزيزز بتاعته. لكن طالما هو اتمسك يبقى وبقى بشكل ان سوليبل خلاص، فهيعمل precipitate of the antigens and antibodies بقى complex مع بعض وكده، هيحصل له precipitation. therefore ده بيعمل facilitates ان يحصل لها عملية engulfed بالفاجوسيتوزيس، وده طبعا ده معناها ان المايكروفيج هتقدر تيجي تهاجمها وتعمل لها engulf. طيب اللايزس بقى او الطريقه الرابعه عندي البايندنج بتوين الانتي بوديز والانتيجينز، بتعمل اكتيفيت دي عمليه لايزس، عمليه تحلل دي، ان هي بتاكتف سبيسيفيك بروتين اند انزيمز كولد الكومبلمنتس. ان البايندنج او الكومبلكس اللي حصل ما بين الانتيجين والانتي بودي هيكون الكومبلكس ده بياكتف انزيم محدد ماشي اللي هو بنسميه الكومبلمنتس. These complements lies the coats of antigens and they dissolve their contents making them easily engulfed by phagocytosis. لازم تاخده تحطه في دماغك ان مفيش انتيجين انتي بوديز يمسكوا مع بعض وكده خلاص الانتي بودي يكمل شغله، هو ما يقدرش يكمل شغله الا اذا مسك في الكومبلكس ده. حاجه مهمه جدا اللي هي الكومبلمنتس، هي اسمها كومبلمنتس او مكملات لان هي بتكمل هذا الكومبلكس. ايه هو الكومبلكس؟ اللي هو عباره عن الانتيجين مع الانتي بوديز مع بعضه، فبيكملوا مع بعض اللي هو بالكومبلمنتس. لولا وجود الكومبلمنتس ده مش هيشتغل ولا كانه هيبقى قال لي حاجه. يبقى الكومبلنت ده هيعمل لايز للكود بتاعي، هيحلل الكود بتاع الانتيجين ويديسولف ذير كونتنت، ويحل ويعمل ديسولفنج للكونتنت بتاع المايكروبس ده ميكينج ذيم. ده طبعا هيسهل عمليه الانجلفيت بتاعته بالفاجوسيتوزيس. اكتر طريقه عندنا في الانتي بوديز اللي هي انتي توكسنز، الانتي بوديز دي كان بايند تو ذا توكسنز. انا مش كل الانتي بوديز اللي بينتجها الجسم اللي اجينست فورين بودي، لكن ممكن الجسم ينتج انتي بوديز اجينست التوكسنز محدده. اوكي فورمينج كومبلكس اوف انتي بوديز اند توكسين. يعني في الحاله دي بقى مش هيبقى عندي انتي بودي انتيجين كومبلكس، لا هيبقى عندي انتي بودي كومبلكس توكسينز كومبلكس. يعني بقى التوكسينز او الكومبلكس ده بيكون من التوكسين مع الانتي بوديز. This complex, الكومبلكس ده formed from a binding between an antibody with toxins, ده بيactivate complements to react with toxins in chain reactions. ده هيعمل عملية كده من اللي طبعا هيactivate الكومبلمنتس عشان تريأكت مع التوكسينز ده، وفي سلسلة من الرياكشنز من الكيميكال رياكشنز ده هيأدي فاينالي ان يحصل لها detoxification، يعني هيقلل او هينزع السمية بتاعت هذا التوكسينز او هذا السم. وولتس ميكس زيم تبقى طبعا ريدي وايزي ان يحصل لها انجلفد باي فاجوسيتوسيس. يبقى دي الطريقه كانت الخامسه في او الميكانيزم الخامس في الانتي بوديز. طيب أعزائي الطلبة إحنا كده خلصنا الجزء الأخير كانت من اللي هما الكونتنت بتاعت السيستم الإميون سيستم بتاعنا، والمفروض إن إحنا نبدأ دلوقتي في لسون جديد اللي هو الميكانيزم بتاعت الإميون سيستم. وعشان نفهم الميكانيزم دي فإحنا الحقيقة to understand how the immune system works in our body we must know، لازم نعرف حاجة مهمة جدا، مقدمة بسيطة بس هتسهل عليا كتير في فهم اللي جاي. بنقول هنا إن البادي contains three fluids blood, lymph and intercellular fluid. تعالوا كده أعزائي الطلبة نفهم الموضوع. أنا جسمي بشكل عام أو جسم الإنسان بيتكون من بيبقى في داخله ثلاث أنواع من السوائل، في blood، في lymph وفي intercellular fluid. يعني intercellular fluid ده السائل الموجود between the cells. لو بصينا كده ان الهيومن بادي كونسيست اوف سيلز اند تيشو، احنا متفقين ان انا تيشو والتيشو دي بتتكون من سيلز، لو اتفقنا ان دي شكل السيلز الموجوده في جسمي، والسيلز مش بتبقى adhering to each other، هي مش لاصقه في بعض، هي الحقيقه في ما بينها مسافات، المسافات دي بيبقى ما تبقاش فاضيه، المسافات دي المفروض ان هي مليانه بسائل بنسميه انتر تيشو فلويد.
ده السائل ما بين الخلايا او السائل بين الخلوي. ده يبقى انا عندي بلاد والبلاد ده بيمشي فيه بلاد فيزلز، وعندي لمف ماشي برضو بيتحرك فيه الليمفاتيك فيزلز، وعندي سائل كمان موجود بين السيلز اللي هو فيه بتوين السيلز بتاعت الجسم اللي هو انترستيشال فلويدز. يبقى دي الثري مين فلويد موجوده في الجسم، دول تقريبا اللي هم السوائل الاساسيه او المهمه الموجوده في الجسم، دم ولمف وسائل بين خلاوي بين الخلايا. اوكي طيب، الوسيله عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. Between these cells احنا اتفقنا ان في liquid سميناه interstitial. There are some dissolved substance. السيل او السيلز دي السائل اللي ما بينهم ده مش سائل فاضي، يعني هو مش عباره عن ميه فاضيه وما فيهاش حاجه. قال لي لا، ده المفروض ان هي شويه dissolved substance كده، زي مثلا فيها جلوكوز وفيها some ions وفيها زي البوتاسيوم والبوصوديوم والكالسيوم والحاجات دي كلها. تعالوا نفتكر، حتى ده بيفكرنا باول حاجه اول شابتر خالص لما خدناه، لما كنا بنتكلم فيه ان في حاله ان هو اوت اللي هو اوت ذا سيل وانسايد ذا سيل، لما كنا بنشرح ازاي بيحصل كونتراكشن وريلاكسيشن للماسلز، فكنا بنقول ان الماسل اللي فيه او في الحالات العاديه، فان الماسل دي المفروض ان هي وهي مش في حاله كونتراكشن فكانت الاوتر سيل بتاعتها كانت بوزيتيف. طب هي كانت بوزيتيف ليه؟ او بره السيلز كانت بوزيتيف لما كنا بوزيتيف اللي وجود كنا ايونات الصوديوم بكميه كبيره، وجوه كانت ودي الحاله اللي احنا سميناها البولاريزيشن، لكن لما كانت تعمل ريبولاريزيشن فكانت يتقلب. طب هي موجوده بره السيل يعني ايه؟ يعني هنا في السائل ده ادي السيل، فهي الاوتر سيرفيس بتاعها من بره خالص من على السطح الخارجي بتاعها اللي في السائل اللي حواليها كان موجود ايونات الصوديوم، مش الصوديوم مش ماشي على رجليه في الموضوع ده، لا هو موجود دايل في السيلز في السائل ده. يبقى هنا في صوديوم وفي بوتاسيوم وفي كالسيوم وفي ايونز وفي بروتينز وفي حاجات كتير موجوده في السائل ده الطبيعي بتاع الجسم. اوكي، ده بعيد تماما عن الفيزلز اللي فيها الدم، الدم مش ماشي كده بين الخلايا، الدم لازم بيمشي في فيزلز في اوعيه متخصصه ليه وزي اللنف بالظبط. طيب احنا عندي البلاد فيزلز، عندنا لو نفتكر كده مع بعض ان انا عندنا فينز وارتريز ودي خدناها السنه اللي فاتت. يبقى سنس السيلز دي طبعا عندي الفين والارتري اللي هم الشريان والوريد اللي هم بيكارينج النورشمنت للسيلز. يعني لو افتكر مثلا السيلز، طبعا احنا عارفين ان السيلز نيد نورشمنت، هي محتاجه تتغذى، and the blood enters the cells carrying food and the oxygen through vessels. Arteries carries nutrition طبعا and oxygen to the cells. لو نفتكر كده ان انا الارتري او الشريان اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت ده المفروض ان هو بيكاري الاكسجين، بيبقى ماشي في الاكسجين عشان وطبعا الفود عشان يوصلها للسيل. طب هو هيوصلها للسيل ازاي؟ باختصار كده المفروض ان السيلز دي او الاكسجين والفودز بتخرج من بتبقى ماشيه في الارتري وتخرج من الارتري من خلال الممبرين بتاعه، بتخرج في في الليكويد ده او في الفلويد ده اللي هو الانترستيشيال فلويد، تتحرك من الانترستيشيال فلويد لحد ما توصل، يعني هي كانها اتخرجت من الفيزلز عشان كانها تسبح في خلال السائل ده لحد ما توصل للممبرين بتاع السيل، وبعدين تدخل كل سيل كل ايونز بقى او كل حاجه بتدخل على ليها طريقه محدده. في حاجات بتدخل جواها وزي ما في حاجات بتدخل عندها اغذيه بتدخل جواها، فهي لازم يبقى في حاجات بتخرج ويست منها. طب الويست اللي بتخرج من السيلز دي المفروض ان هي برضو بتعبر هذا السائل لحد ما تدخل في الارتري. يبقى الارتري بي كارينج الكربون دايكسايد والويست بتاع السيلز، يبقى الفين او سوري الارتري بيدخل قصدي الاكسجين والفود، لكن الفين هو اللي بي كارينج الكربون دايكسايد والويست. طيب لما الارتري يوصل ده احنا قلنا هيوصلها ازاي؟ هو مش مفيش ارتري، ما عنديش شريان بيبدا يدخل جوه الخليه نفسها، استحاله، لكن هو بيخرج الفود اللي فيه والاكسجين اللي فيه بيتحركوا من خلال في السائل ده عشان يدخل للسيلز، يدخل للسيلز ويبدا يعمل لها نورشمنت ويوصل لها النيدنج بتاعها. نفس الحكايه، هي بتخرج الويست بتاعتها والكربون دايكسيد علشان تدخل تعبر السائل ده علشان تدخل في الفين. يبقى الفين بيكارينج الكربون دايكسيد الويست، لكن في ويست بتبقى البارتيكلز بتاعتها بتبقى او المولكيولز بتاعتها حجمها كبير،
تاني ما بتقدرش، في حاجات بتقع كده في السائل ده بتفضل في السيل، ما بتقدرش تدخل السيل، ولما تخرج من السيل ما بتقدرش تدخل الميمبرين اللي هي الويسس، ما بتقدرش زي البروتين ماس ما يقدرش يدخل البروتين ده في البلاد فيزل ده او اللي هو الفين. ليه؟ الميمبرين بتاعه بيبقى ضيق وما بيتسمحش بدخول البيج موليكولز دي. طب البيج موليكولز دي هتفضل فين؟ هتفضل في السائل بتوين السيلز ده موجوده فيه. هل ده الطبيعي بتاعها؟ لا هو مش طبيعي طبعا. طب هي هتفضل كده في السائل؟ لا لا، لو فضلت في السائل دي هتسبب السويلنج بتاع الجسم. يبقى when artery passes between cells carrying oxygen and food it goes out to the fluid that exists between the cells to nourish these cells and it takes the waste product from them. There are some substances بيقول بعض المواد اللي cannot return to the vein، ما تقدرش تدخل ال vein because their size is large such as the protein مثلا and the capillary. ال capillary كمان وهي بتعمل pushing للأكسجين أو المواد اللي بتبقى جواها بيبقى عندها بيبقى فيها ال blood vessels دي بتبقى عندها pressure عالي جدا a high pressure. فالهاي بريشر اللي موجود في الارتري لما بيندفع عشان يخرج المواد اللي جواه دي بتخرج معاها مواد اللي هي البيج موليكولز اللي ما بتقدرش تدخل جوه السيلز بعد كده وما بتقدرش ترجع تاني للفين او الارتري. اوكي اند سمول اند كانوت انتر. يبقى also the blood vessels have very high pressure so the blood fluid or plasma leaks from it and exits the fluid between the cells. يبقى هي بيخرجوا بيفضلوا في السائل between the cells، ما ينفعش يفضلوا كده كتير. للبارتس المفروض البارتس دي of it return، بعض منهم بيدخلوا في بيرجع للفين لكن part doesn't return and remains with the interstitial fluid and if it remains like this لو فضلوا على الحالة دي it will cause body swelling، ده هيسبب ان الجسم يتورم. فربنا سبحانه وتعالى خلقه ازاي؟ ان ايه اللي يحصل؟ ان اللي يحصل ان زي ما احنا شايفين كده، لا اللي يحصل هنا ان بيبقى فيه فيزل تاني، نوع تاني خالص غير البلاد فيزلز، بتكون الوول بتاعته البورز بتاعتها اوسع فتسمح بدخول المواد دي جواها. الفيزل دي اللي احنا بنسميها الليمفاتيك فيزل. هنا اتكون سائل عندي فيه هذه المكونات، يبقى اتكونت المكونات دي جوه السائل ومشوا في السائل ده جوه فيزلز مخصوصه فيها بنسميها الليمفاتيك فيزلز، ماشي فيها سائل اسمه الليمفاتيك الليمف فلويد. يبقى اللمف ده سائل بيمشي في الليمفاتيك فيزلز بعيد تماما عن البلاد فيزلز بالرغم ان هو تقريبا فلترد فروم ات، هو اترشح اساسا منه هو جاي منه. يبقى انا كده فهمت على الاقل السوائل ماشيه ازاي والميكانيزم ماشي ازاي. يبقى نيجي نتكلم بقى على الميكانيزم اوف اميون سيستم، ازاي جسم الميكانيزم بتاعنا. There are two systems of immunity in man which are natural or non-specific or innate immunity. يا اما يكون natural immunity او acquired immunity. natural يعني non-specific يعني هو طبيعي، هو مش متخصص ضد عدو معين او microbes معين، لكن acquired ده specific، ده حاجه متخصصه اكتسبتها حصل لها adaptation عشان كده بنسميها adaptive immunity. That بالرغم من ان two systems of immunity are different from each other لكن هي they were together in a cooperation and harmony، لكن هم بيشتغلوا مع بعض. It's the innate immunity is essential for the acquired immunity to work successfully and vice versa where each of them uses different mechanisms. كل واحد فيهم ليه ميكانيزم مختلفة لكن هما بيأكتفوا بعض. Activate the immune response of other immune system allowing the body ان هو يتعامل بنجاح مع pathogenic organism اللي هيدخل الجسم ده. طيب تعالى نتكلم على الفيرست لا او اللي احنا بنسميها ناتشرال اميونيتي. الناتشرال اميونيتي دي بتتكون عندي من اتنين من اللاين اوف ديفنس، يعني الفيرست لاين اوف ديفنس والسكند لاين اوف ديفنس. كان انا دلوقتي الجيش بتاع جسمي ده متكون من ثلاث خطوط دفاع، خط الدفاع الاول وخط الدفاع الثاني، دول في بنسميهم ناتشرال، ربنا خالق الانسان طبيعي مخلوق بيهم بيحمل هذين
الاثنين خطين دفاع دول، الفيرست لاين والسكند لاين اوف ديفنس، ودول مش متخصصين اكيد في اي مايكروبس، لا هم مش بيهاجم حاجه وحاجه، لا هو اي مايكروبس اي عدو هو هيدخل الجسم لازم يهاجمه بغض النظر هو مين، هو مش بيتعامل مع حاجه سبيسيفيكلي. اوكي، لكن عندي حد سبيسيفيك اللي هو بقى الثيرد لاين اوف ديفنس، وده يبقى دخلت في الاكوايرد اور سبيسيفيك اميونيتي، وده اللي هنتكلم عنها ان شاء الله السيشن الجاي. نبدأ النهارده بالفيرست لاين اوف ديفنس، ودي الحاجات الطبيعية كأنها القلعة، كأن جسمي ده عبارة عن قلعة وليه باريرز من بره، باريرز الأساسية. احنا في طرق الجسم لو بصينا عليه هنلاقيه ان هو متغطي بحاجات ربنا خلقها، لكن في بعض الفتحات الطبيعية اللي موجودة في الجسم زي العينين، زي النوز، زي الايرز، زي الحاجات دي، او زي الماوس كمان. فاي فتحه طبيعيه موجوده في الجسم يبقى معنى كده هي ممكن تبقى طريق يدخل من الباثوجنز، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خالق اي طريق الدفاع لكل فتحه فيهم ليه حاجات او عندها ميكانيزم تقدر تحمي بيها نفسها او تمنع دخول الميكروبس الجسم. والجسم نفسه متغطي كله باهم حاجه اللي هي ايه، عندنا اهم حاجه السكن، السكن اللي هو البيجست اورجان الموجود في الجسم، ده مغطي الجسم كله، ده كانها السور بتاعه القلعه اللي مغطيه. طب اي سور لازم يكون ليه ابواب، مش ممكن يكون الباب مفتوح ملهوش حراسه وملهوش حق ليه ميكانيزم معين عشان يحمي من خلاله، بيحدد مين يدخل ومين ما يدخلش، لا. يبقى اي فتح زي ما الجسم ليه السكن فهو ليه بعض الفتحات اللي لازم يتعامل بيها. طيب يبقى احنا لو اتكلمنا عن الناتشرال بتاع الفيرست او اللي هي الناتشرال نون سبيسيفيك، لو مسكنا في اول حاجه قلنا السكن، ودي كاركترايزد باي اتاف هارني لاير. دي هارني لاير يعني هي زي ما بنقول كده من على الاوتر سيرفيس، زي ما احنا قلنا ان هي كانها اول فيرست بارير، دي اول حاجز بيكون موجود للجسم. هارني لاير هي طف، هي مهما كان الجلد بتاع الكائن الحي او الانسان ده ناعم فهو برضو لازم يكون سميك ويكون خشن الى حد ما، ده عشان هو بيعمل act as a first barrier that difficult to be penetrated or passed through. انا صعب جدا اخترق هذا الجسكان واقدر ادخل من خلاله كinvade body او كمايكروبس. it contains a group of sweat glands، ده كمان عنده وسائل، كمان عنده وسائل دفاعي، ده بيدافع عن نفسه بيحمي نفسه بسويت جلانز، ده عنده جلانز بتفرز العرق، والعرق ده secrete sweat او العرق ده اللي هو السويت اللي هو بتفرزه السويت جلانز on its surface that can kill most of microbes because of its salinity. ده العرق ده المفروض ان هو السالينيتي، فهو يقدر بالسالينيتي بتاعته يقتل معظم الميكروبس بتبقى. احنا يوميا جسمنا بيتعرض الى الاف الانواع ويمكن يزيد كمان من الميكروبس، فالجسم بيتعامل معاهم بالطرق بتاعته دي. طيب عندي كمان النقطه او البارير التاني اللي هيكون مثلا موجود في فتحه من الفتحات الطبيعيه السيرمينال اير واكسس، substance secreted by ears in order to kill the microbes that enter the ears to protect them. هي فتحه علشان المفروض الهدف بتاعها ان هي بتوصل الصوت، طب الفتحه دي لازم يكون ليها وسائل دفاع، من ضمن وسائل الدفاع دي اللي احنا بنعتبرها تبع الاميون سيستم الاير واكس. الاير واكس ده المادة الشمعية بتعمل بيحصل لها كاتشنج او بتعمل كاتشنج لاي مايكروبس، بيعمل ادهير فيها، بيلتصق فيها، دي مادة شمعية بتلزق فيها اي مايكروبس اي فورين بوديز تقدر تحاول تدخل الجسم من خلال الفتحات، ويبقى كده قدرنا نتخلص منها. التيرز كمان اللي هي موجوده في العين، الموجوده في العين عشان العين دي فاتحه برضه من فتحات الطبيعيه. Lights that protect the eyes from any microbes as it contains antimicrobial substance. الدموع دي مش مجرد ميه فاضيه، لا دي هي ميه تحتوي على او سائل بيحتوي على antimicrobial substance and enzymes which lies the microbes. ده هي اصلا الدموع دي موجوده عشان بتحمي العين في كل لحظه بالانزيمز اللي موجوده فيها، الانتي مايكروبيال سبستانس الموجوده فيها بيحميها من كل الميكروبات اللي بتبقى حواليها لان هي مفتوحه معظم الوقت.
الميوكس الموجود في الريسبيراتوري تراكس او في المجرى التنفسي اللي بيدخل مع الهواء، الفيسكس فلويد ده سائل، الميوكس ده اللي هو السائل النقاطي الموجود لاينز ذا وولز اوف ريسبيراتوري او برونكاي او اللي احنا خدناه واحنا السنه اللي فاتت. دي بيعمل ايه؟ الميكروبس اند فورين بودي بتدخل مع الاير بتعمل ادهيرنج معاه زي ذا ميوكس وذا ترابت، بتعمل ترابت للميكروبس اند فورين بوديز are expelled outside. تلاقي الإنسان يبدأ يكح عشان يطرد زي ما احنا بنسميها البلغم باللغة العامية، هي بتبقى عبارة عن mucus substance بتبقى متعلق معاها الفورين بوديز دي وبتطرد، بتساعدها في عملية الخروج ده السيليا اللي عاملة لايننج أو مبطنة التراكس ده، واحنا خدنا ده السنة اللي فاتت في الريسبيراتوري سيستم. بعد كده عندي كمان سلايفا، السلايفا السائل الموجود inside the mouth، الماوس ده بيتفتح بتنفس او بتكلم او باكل، يبقى ده في لازم يكون فيها فلويد، في سائل هو الفلويد اللي بتخرج او اللعاب ده، ده contains some toxic substance كمان، هو كمان for microbes in addition to some enzymes that can dissolve such microbes. ده وانا باكل هو عرضه ان يدخل معاها microbes، وانا بتنفس وانا بتكلم يبقى عرضه طالما بتتفتح يبقى هي يدخل معاها. يبقى فيه، لا هي في وسيله دفاع موجوده برضو، السلايفا مجهزه نفسها عشان تقتل اي فورين بادي. عندنا كمان لو قدرنا ودخل او لا قدر الفورين بادي يدخل لحد ما دخل من الماوس ولحد ما وصل للسمك، فانا في السمك كمان فيها الاسيتيك جاستريك جوسس ودي درسناها السنه اللي فاتت، ان عندها كمان ابيثيليال سيلز لايننج الاستومك دي، الاثيليال سيلز بروديوس سيكريتس اوف طبعا سترونج هيدروكلوريك اسيد ال HCl، ده بيقدر يعمل كل اي مايكروبس انترز ويز فود. السكند لاين اوف ديفنس، ذيس لاين اوف ديفنس اكت اف ذا باثوجين سكسيدد ان بينتريتنج ذا مينز اوف ذا فيرست لاين اوف ديفنس. هنا بقى ان الخط الدفاعي الثاني بيستخدم او بيشتغل لما لو نجح الفورين بادي ان هو يهجم او يهاجم الجسم ويدخل بالجسم باي طريقه، حصل اي جرح مثلا وبدا يدخل منه او ما قدرش عليه فيرست لاين اوف ديفنس، يبقى كل لاين بيشتغل لو الفيرست لاين اصلا فشل في حاجه، لو حصل مثلا قطع لا قدر الله كاتينج اور تيرينج في الجلد يبقى كده بقت فيه جزء مفتوح يقدر يدخل منه الميكروبس، يبقى هنا هيبدا يشتغل السكند لاين اوف ديفنس. ايه هو السكند لاين اوف ديفنس؟ اتس ان انترنال ديفنسيف، ده المفروض ان هو جوه الجسم ديفنسيف سيستم ان ويتش ذا بودي يوزز سكسيسيف نون سبيسيفيك ميكانيزم that surrounds the invading microbes to prevent them from spreading and it starts with the occurrence of severe inflammation. يعني بنقول ده هو internal يعني داخلي جوه الجسم، مش زي الحاجات اللي كانت فيها حاجات خارجيه الفيرست barrier زي ما قلنا، وتستخدم سكسيف ورا بعض كده non specific mechanism، يعني هي شويه ميكانيزم هتستخدمها هي مش متخصصه according او against حد معين او microbes محدد، لكن هي اي microbes هيدخل بالطريقه دي هي بتهاجمه، ايه خلاص تعمل invading microbes to prevent them from spreading عشان تمنع ان هو ينتشر. بتبدا occurrence of ايه بقى؟ بدايتها ان هي يحصل سيفير انفلاميشن، الالتهاب اللي بيحصل عند اي حد فينا الحقيقه هو ده حاجه مهمه جدا جدا، علشان هو بيبقى الارم من الجسم ان في عندي فورين بودي دخل وجسمي بدا يستجيب وبيعمل ريسبونس ليه، فبدا يعمل انفلاميشن يعمل التهاب. يبقى ايه الانفلاماتوري ريسبونس؟ اتس and دي عبارة عن non-specific defensive mechanism، هو نوع مش ميكانيزم مش متخصص لحد against حد معين around the area of injury، ده بيحصل في منطقة حدوث جرح معين as a result of damage of tissue caused by injury or an infection، يعني لو حصل injury في هذه المنطقة. تعالوا نشرح ده بيحصل ازاي. لو حصل كاتنج زي ما احنا شايفين هنا كده مثلا، ده السكان بتاع الانسان وحصل الكاتنج فيه، او حصل ان هو دخل مثلا في زي ما احنا شايفين شوكه مثلا او وات ايفر اي جرح، فبقى معنى كده المكان ده اتفتح
كون ان هو اتفتح وحصل هنا الدامج للتيشيو وللسيلز اللي موجوده دي، وبقت فيه موجوده فتحه ده، وسريعا جدا هيبدا يحصل انفيدنج من الفورين بوديز. بدات تدخل الفورين بوديز اللي هي واخد الشكل اللي احنا شايفينه ده، اللي هو البارتيكلز اللي باللون الجرين دي، دي تعتبر بكتيريا. ده ازاي يتعامل معاها الجسم؟ ايه الريسبونس او الستبس بتاع الانفلاماتوري ريسبونس، او اللي احنا بنسميها الاستجابه بالالتهاب؟ اول حاجه هنقول ان الميكروبس او الفورين بوديز انفيدنج ذا بودي تيشو، اول ما انفتح يبقى هو هيبدا يهاجم البودي تيشو. الانفلاميشن تيكس بليس ذات ليدز تو اكيرنس اوف سام تشينج ات ذا اريا اوف انجري. هيبدا يحصل الانفلاميشن. حصل ازاي الانفلاميشن بقى دلوقتي؟ التشينجز اللي هتحصل يعني. بيقول لي السبيسيفيك سيلز، زي بيقول لي في بعض الخلايا المتخصصه، زي مين الخلايا دي؟ زي نوع محدد اول مره هنسمعه اللي هي الماست سيل. ماست سيل دي خلايا متخصصه بتبقى موجوده في الاماكن دي كخط دفاع، او هي موجوده في السكند لاين اوف ديفنس عشان لما يحصل انفيدنج زي كده تبقى هي جاهزه للدفاع. طيب يبقى الماست سيلز، وكمان نوع من اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هي البيزوفيلز. البيزوفيلز دي سيكريت لارج كوانتيتيز اوف انفلاماتوري جينيريتنج سبستانس. يعني الماست سيلز والبيزوفيلز دول هيفرزوا كميات كبيرة جدا من مادة بنسميها inflammatory generating substance، يعني المادة المسببة للالتهاب. هي بتفرز مادة مسببة للالتهاب. أنا عندي كذا نوع، أو جسمنا فيه كذا نوع من المواد المسببة للالتهاب، أشهرهم الهيستامين. يبقى احنا لما بنتكلم عن الهيستامين ده كيميكال سبستانس، ده واحد نوع واحد من انواع المواد المسببه للالتهاب اللي الجسم بيفرزها. يبقى الجسم بيفرز الهيستامين، او من انهي خلايا بالظبط بتفرز الهيستامين ده؟ اللي هو كنوع من المواد اللي احنا بنسميها اللي بيطلق عليها انفلاماتوري جينيريتنج سبستانس، يعني المواد المسببه للالتهاب. انا قاصد اعمل الالتهاب ده، اعمل التهاب عشان انبه ان في مشكله، ان في عدو دخل الجسم، فاحنا بندافع عن الجسم ضده. طيب مين اللي افرزته؟ الماستيل والبيسوفيلز. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ان هتبدا بقى هنا الانفلاماتوري جينيريتنج سبستانس ده زي الهيستامين هيعمل ايه؟ هو الماده دي افرزتها ليه؟ دي اول ما تفرز من الخلايا الموجوده هنا عندي كده بتبدا تعمل ايه بقى؟ بتعمل ثلاث حاجات مهمه قوي. اول حاجه بتعمل ديليتنج اندمن دي، يعني ديليتنج ذا بلاد فيزلز. دي هتبدا توسع البلاد فيزلز اوف اريا اوف انجري. مش كل البلاد فيزلز طبعا، ده البلاد فيزلز الموجوده في منطقه الجرح ده. يبقى حصل جرح، يبقى دخل مايكروبس، يبقى الماست سيلز والبيزوفيلز اللي هنا بدات تفرز الهيستامينز او اي ماده من اللي هم بتسبب الانفلاميشن. يبقى هيبدا الماده دي اول ما تسببت، هي دي اللي بتموت؟ لا، هي مش بتموت المايكروبس، لكن الماده دي بدات تعمل توسيع في البلاد فيزلز الموجود في المنطقه ده. طب وانا استفدت ايه لما حصل ديليتنج للبلاد فيزلز في الاريا بتاعت الانجري لاجل ماكسيمم ليميت بتاعها؟ ده هيعمل انكريزنج في البيرماتيليتي بتاعته. طب لما يعمل انكريزنج البيرماتيليتي بتاعت الارتريولز والبلاد كابيلاريز دي، ده هيعمل ايه؟ هيعمل انكريزنج ليها تو فلويد ويتش ليكس ذا ايه، يعني هتبدا ان هو يندفع فيها او يتدفق فيها بكميات كبيره جدا السائل ده. From the blood circulation هيجي لها من الدوره الدمويه كميه كبيره جدا من البلاد سيركيوليشن. طب لما هي وسعت واستقبلت كميه كبيره من البلاد سيركيوليشن، هتلاقي مكان الجرح هنا بدا يحصل له سويلنج، بدا ينتفخ او يتورم. هيبدا هنا اول ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سويلنج اوف تيشوز ات ذس سايت اوف inflammation. هيبدا يحصل عندنا swelling، يعني هينتفخ المكان ده. هنشوف الصوره دلوقتي كده بتاعته، ان بدا يحصل عندي فعلا inflammation من بسبب قصدي inflammation. شايفين ده حصل هنا؟ ده البكتيريا اللي دخلت، يبقى هنا في بعض السيلز اللي هتسبب او خرجت اللي افرزت الهيستامين. الهيستامين ده بدا يسبب السويلنج. شايفين المنطقه ازاي؟ ليه؟ علشان البلاد فيزل اتحرك فيها كميه كبيره جدا، وسعت للماكسيمم ليميت بتاعها وبدات تستقبل كميه كبيره من الدم. ده allowing the passage of chemicals that kill and dissolve bacteria to the site of injury. يعني الخلايا اللي بتقدر تكل بقى دي هتسمح بمرور الكيميكالز، المواد اللي تقدر تقتل وتدوب البكتيريا اللي دخلت مكان الانجري ده. وكمان هنقدر enabling the white blood cells زي النيتروفيلز او المونوسايتس as well as الماكروفيش طبعا
أهمهم أو على رأسهم كلهم to fight and kill the foreign bodies and the microbes. وكده سمحت أهم الأنواع إن هي توصل لمكان الانجري علشان تقتل الميكروبس ده. طبعا احنا ادي طريقه انفلاميشن، بس قبل ما انهي طريقه الانفلاميشن يعني عايزين سريع كده، يبقى ان حصل الانجري او دخل الميكروبس البيزوفيلز والماست سيلز افرزت الهيستامين سبب انفلاميشن. الانفلاميشن ده وسع، لو لاحظنا البلاد فيزلز هنا وسع بشكل كبير، فحصل تدفق لانواع معينه من السيلز وكمان الكيميكالز اللي بدات تخرج عشان تهاجم الفورين بوديز اللي دخلت من الفتحة دي. يبقى بدأت تخرج اهي شايفينها، وبعدين جت الانجلف حصل لها انجلف بالمايكروفيج، يبقى التهمتها وتخلصت من العدو. وطبعا هيكون في جهاز تاني بدأ يعمل يسد الفتحة دي اللي هو هيحصل لها بلاد كلوتينج، وده اللي خدناه السنة اللي فاتت واحنا بندرس السيركيولاتوري سيستم. دي كانت طريقة من أو الانفلاماتوري ريسبونس اللي هي بتمثل عندنا السكند لاين اوف ديفنس. كمان عندي تو اذر كومبوننتس اوف ذا سكند لاين اوف ديفنس بتستخدمها، دي اتكلمنا عنهم قبل كده، احنا بس هنذكرهم ان هم كانوا موجودين. احنا خدنا الانترفيرونس والناتشرال كيلر سيلز او الان كي، هم موجودين في الجسم، احنا قلنا ان هم موجودين من الاميون سيستم بس ما كناش بنقول فين هم، تبع بقى الشغل بتاعهم فين في السكند لاين اوف ديفنس. وبكده أعزائي الطلبة نكون خلصنا سيشن النهاردة، وخلصنا الفيرست لاين والسكند لاين اوف ديفنس، على أساس إن إحنا إن شاء الله السيشن الجاي هنبدأ مع بعض أو نخلص مع بعض الأكوايرد إميونيتي أو سبيسيفيك أور الثيرد لاين اوف ديفنس بإذن الله. كانت معاكم مسز فاطمة صرفي اكسبرت بيولوجي تيتشر مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.